لو كنت صانع محتوى وعايز تحسن من المحتوى اللي انت بتقدمه عن طريق الاضاءه، النهارده هقول لك الحل. ازيكم، انا محمد فوده من ميديا كاست، والنهارده هقول لكم 8 اسباب ليه CL60R 65 وات RGB LED من كولبر هو اللي هينور مشروعك. هتتفاجئ من رقم 8، خليك معايا. رقم 1، الجوده والخامات. طاقه كبيره جدا في جهاز صغير زي ما انتم شايفين. كولبر قدرت ان هي تعمل جهاز صغير الحجم في طاقه كبيره جدا، تقريبا لا يزيد وزنه على 500 جرام ومصنوع من الالومنيوم. ولو هنقارنه بحاجه شبيهه ليه، نقدر نقارنه بالكاندي. زي ما انتم شايفين هو تقريبا نفس الطول ونفس الوزن، فتقدر ان انت تتحكم فيه او تحطه في اماكن اللايت العادي الكبير ما يقدرش يوصل لها، لكن ده يقدر ان انت تحطه في اي مكان، وبالتالي هينور لك اضاءتك وهيحافظ على المحتوى بتاعك بشكل افضل. رقم 2، اختيارات طاقه مختلفه. كولبر CL60R قدرت ان هي تخليك تشحن الجهاز بتاعها عن طريق 3 طرق. اول طريقه Type-C USB، تقدر تشحنها عن طريق NPF باتريز، وتقدر تشحنها عن طريق الفي ماونت. النهارده هقول لكم ازاي نقدر نشحنه عن طريق التايب سي، بما انه تقريبا اول جهاز تقدر تشحنه بتايب سي. فانا جايب لكم باور بانك، نورمال باور بانك التايب سي، وهندوس اون. دلوقتي الجهاز اشتغل وتقدر تستخدمه طبيعي جدا. رقم 3، كولبر CL60R في شريحه RGB WW، ده معناه انه بينتج درجات حراره ملونه من 2700 ل 6500 كلفن، ولكن كل لون في وضع الـ RGB الخاص HSI ومع تصنيف 97 بلس CRI. عندك ثقة في إضاءة مظبوطة للون. رقم 4، صوته عالي. لا، الإعدادات الموجودة في كولبر CL60R بتديك الاختيارين ما بين وضع المروحة الذكي ووضع المروحة الهادي. طيب لو حطيت الضوء على الوضع الهادي بيقلل من اخراج الصوت، وبالتالي تقدر ان انت تستخدم كولبر CL60R في اي مكان ومش هيبوظ لك التسجيل بتاعك. رقم 5، كولبر فيه 13 مؤثر ضوء هيفيدك في انتاج فيديوهاتك. ما تعرفش امتى ممكن تحتاج له، بس اكيد حلو انك تعرف ان دي امكانيه متاحه معاك. رقم 6، كولبر CL60R فيه مايك داخلي. يعني ايه مايك داخلي؟ ازاي اصلا وليه؟ تخيلوا انتوا شايفين ان في حركه بتحصل او اضاءه بتيجي عليا كل لما بتكلم، ولو سكت الاضاءه هتسكت. ده معناه ايه؟ ان المايك الداخلي بتاعه بيتراك الموسيقى، فبالتالي احنا ممكن نعمل حفله. رقم 7، اختيارات تحكم مختلفه. تقدر تتحكم بزراير كولبر CL60R من الظهر. طيب لو متعلق عالي فوق، وكمان لو عندك CL60R اكتر من واحد ومحتاج تظبطهم كلهم مع بعض في نفس الوقت، بكل سهولة ممكن تستخدم تطبيق كولبر ستوديو وتتحكم في اضاءاتك عن بعد. مش بس كده، وكمان تقدر تتحكم في اعدادات مختلفة للاضاءة عن طريق CTRL1، وكمان ممكن تجمع الاضاءات كلهم وتظبطهم كلها مع بعض، وده هيوفر عليك وقت علشان تخلص التصوير بتاعك. وبما اننا بنتكلم عن تجميع الاضاءات، يلا نروح على رقم 8. رقم 8، مش بس هتقدر تجمع كولبر CL60R عشان تتحكم فيهم، انت ممكن تجمع اكتر من اضاءة عن طريق قاعدة واحدة الومنيوم مع قضبان ناتو. هوريكم دلوقتي ازاي تقدر تعمل ده، وجايب لكم معايا واحد تاني CL60 وهنوصلهم ببعض. وبكل بساطة هركب ده مع ده. دون الاثنين كده ركبوا مع بعض، تقدر تستخدمهم، بالتالي انت هيقدر يطلع لك 650 واط من 10 اضاءات زي ما اتفقنا. كل الامكانيات دي موجوده في CL60R بسعر مناسب. لو عايز تعرف اكتر عن كولبر CL60R، او لو كنت عايز تجرب بنفسك كل اللي احنا قلناه، ابعت لنا رساله. مستنيك.